السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان ان شاء الله، تكونوا دائما بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي كنتمناو لجميع نساء العالم، يكونوا دائما ناشطين ودائما سانك سانك. سيدتي، اليوم جيتك بواحد الماسك اللي هو جيت رائع طبعا لجميع مشاكل البشرة. اول حاجة، مبيض للبشرة ومغذي كذلك من الدرجة الأولى. ثاني حاجة، مزيل للتجاعيد. ما كنعطيش حاجة وحدة سيدتي، ما كنعطيكش ماسك فيه حاجة وحدة، لأن الناس بزاف تيقولوا لي كل شيء تجاعيد تجاعيد تجاعيد. سيدتي، كنعطيك ماسك اللي كيعطيك كديريه في ثلاثة الحوايج أو لا أربعة ديال الحوايج، يعني ما فيش غير حاجة وحدة، يعني للتبييض، الحب شباب، كذلك للتجاعيد، حيث انا المهم عندي في هذا الشيء كله هو التجاعيد، وكذلك ازاله الكلف والنمش. هادو هما المهمين عندي بزاف، واثار حب شباب. سيدتي، هذه الوصفه هذه جد رائعه، جد رائعه، لها فوائد كثيره للبشره. سيدتي، المكونات في متناول الجميع كيف ما العاده، دائما كنمشيو للمتناول، كنمشيو الاقرب وكنمشيو الاسهل سيدتي، اللي هي المكون الاول وهو الأساسي اللي هو مفيد للتجاعيد ويزيل التجاعيد سيدتي. نعم، يزيل التجاعيد، وهو زريعة الكتان، بذور الكتان. هيا، بذور الكتان سيدتي اللي هي معروفة معروفة معروفة، راه التجاعيد من الدرجة رقم واحد في التجاعيد سيدتي. غادي ناخذها سيدتي مطحونه، هيا طحناها، غادي ناخذها مطحونه سيدتي. من الاحسن زريعة الكتان دهنيها او لا تاكليها، خاصها تطحن يوم او لا يومين، بارك عليها، ما تزيدش عندك كثر، لان الفعوليه ديالها كتمشي، الفعاليه ديالها ما كتبقاش نهائيا، كتولي ضعيفه بزاف. مطحونه في يومها، هيا. وكذلك عندي واحد المكون اللي هو كذلك اساسي في هذه الوصفه هذه، حتى شي وحده ما تقول لي باش غادي نبدلو، باش غادي نعوضو، اللي هو اللوز. اللوز الحلو اللي كناكلو مع الفاكهه، يعني مطحون، كتمشي لي الهضره، اللوز مطحون. ها هو فات لي، عطيتكم وصفه به اللي هو غزال 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 سيدتي في تبييض البشره وتغذيه البشره، غزال بزاف بزاف، مبيض يعني واخا نقول لك راه مبيض، راه اكثر من هذيك الطريقه باش قلت لك انا، واخا تنأكد عليك راه اكثر مبيض للبشره، مزيل، يزيل الكلف ومغذي كذلك سيدتي، وفيه دهنيات اللي هما كيرطبوا البشره، يرطب البشره، لا هو ولا زريعه الكتان سيدتي. وكذلك ملعقة ديال دقيق الذرة، يعني الميزينا، دقيق الذرة، هو راه معروف دقيق الذرة، كلشي كيعرفو اللي هو الميزينا، نشا الذرة، والحليب ساخن. انا الحليب ساخن كنديرو بزاف في الماسكات، علاش؟ لان فيه واحد الدهنيات، وملي كنسخنوه كيعطيني دهنيات ديالو كيذوبوا في بعضياته وكيعطيني مفعول اكثر، يعني ملي كنسخنوه كنحطو ساخن في هذوك المكونات كينسجم معاهم وكيطلقوا في بعضياتهم المواد اللي هي زوينه للبشره ومفيده للبشره. هذا الشيء علاش كنديرو دائما ساخن في المكونات، مع المكونات. طريقة جد سهلة سيدتي كيف ما العادة، جد سهلة. غادي ناخد اللوز، ديك المعلقة اللوز اللي عندي، ملعقة ديال اللوز كبيرة أو لا صغيرة، شوفي اللي غادي يقدك لوجهك. بغيتي ديري ويبقى عندك في الثلاجة، راه يبقى عندك حتى 3 أيام في الثلاجة سيدتي. غادي نزيد عليها ملعقة ديال بذور الكتان مطحونة، ملعقة ديال بذور الكتان اللي هي طبعا مطحونة، وغادي نزيد عليها معلقة ديال نشا الذرة اللي هي الميزينا. ماسك سيدتي، راه وخا نشكرك تاني، يا غزال غير جميل.
قلت لك سيدتي غير جربيه وغادي تشوفي النتيجة بنفسك بنفسك. واخا كان نشكر لك الماسكات بزاف، يعني راه كل ماسك والدور ديالو، كل ماسك شنو كيعطيك الوجه ديالك، وكل ماسك كينفعك للبشرة ديالتك طبعا، لان الماسكات راهم بحر ما كيتسالوش وما كيتقاداوش نهائيا. خاصني غير نعرف المكونات اللي غادي نخلط اشنو فيهم واشنو غادي نحط على وجهي. سيدتي كيف قلت لك غير جربي وردي عليا الاخبار سيدتي. من بعد كنخلط هذا الخليط ديالي كامل بحليب، كنخلط سيدتي كيف قلت لك الخليط ديالي بالحليب اللي هو ساخن، وكنخليه على جنب حتى يبرد ويشرب مع بعضياته، وهاد المكونات كيطلقوا لي مع بعضياتهم، وغنحصل على واحد العجينه اللي هي جد رائعه. اول حاجه تبييض، وكذلك تغذيه البشره، وكذلك مزيله للتجاعيد، يعني مدمره للتجاعيد. سيدتي ديريها وعينك مغمضين، ديريها وكوني هانيه على اساس انك غتلقاي واحد البشره ملي غتغسلي وجهك، غتحصلي على واحد البشره اللي هي جد يعني بيضة وما فيهاش تجاعيد، صحيحة، ما بقاتش شيء مبهدله، ما بقاتش ترهلات، ما بقاش. راه سيدتي هاد الماسكات هادو راه عجب، راه كيعطيو العجب سيدتي، راه والله العظيم ما تبقايش تخسري راسك في هاد المكونات هادو. ما تقوليش نديرها وما غديرش ليا ولا لا، سيدتي ديريها وعينك مغمضين وانت على اقتناع انك درتي واحد الحاجه اللي هي زوينه للوجه ديالك سيدتي. من بعد اول حاجه وجهك يكون مغسول بالماء الدافئ. من بعد سيدتي ملي كديري الماسك وكتسالي، كديري الماء البارد. بغيتي تغسلي الوجه ديالك بالماء الدافئ، غسليه بالماء الدافئ، ولكن ضروري من الماء البارد باش غتضربي الوجه ديالك بالماء البارد سيدتي. الطريقه جد سهله كيف ما كنعطيكم دائما من التحت للفوق. انا فرحانه بحقيقه على هذا الماسك، والله الا فرحانه غندير هذا الماسك هذا. وطبعا هذا الشيء اللي عندي ما غاديش نرميه، غادي نديره في الثلاجه، غنبقى نديرو يوميا هاد الماسك سيدتي، ماشي مشكل واخا ديريه يوميا. الناس اللي طلبوني على الهالات المنتفخة و السوداء غادي نعطيهم واحد الماسك اللي هو غزال، ماشي هو ماشي ماسك، زيوت ومساج ديال هذيك الهالات اللي هي هابطه من هنا، هاد المنتفخه وكتهبط ليا، غنعطيكم ليها مساج. اصلا فات لي عطيتكم مساج العيون المترهله، الجفون المترهله، دابا عاوتاني غادي نعطيكم واحد المساج. لي هاد المساج هذا كديريه بلا باراي اللي فات لي قلت لكم واحد واحد لاباراي اللي هي سميتها ال بي جي، ال بي جي ديال الوجه كنسميها اونديرمو ليفت، اونديرمو ليفت اللي هي جد رائعه، كتفيق لك زعما اللي في استطاعته يمشي يديرها. راه كتكون حصص في المحلات ديال التجميل الكبرى، كتكون عندهم فعلا فعاله فعلا، لان خدمتها انا بزاف الزبونات ديالي، والله تفعاله غزاله بزاف. انا غادي نعطيكم المساج اللي غادي نعطيكم نفس الطريقه اللي كتعطي ليا ديك الماكينه، غادي نعطيه لكم العيون، طريقه باش كتخدم ديك الماكينه غادي نعطيها لكم العيون اللي هي قلت لك جد رائعه. انا كنقول الماكينه لان الناس بزاف ما كيفهموش، الناس الخليجيين والمصريين وهذا كيقولوا لي هضري لينا يعني باللهجه اللي غادي نفهموها، الماكينه غادي يفهموها، اما اللي قلت شي اباغاي ولا هذا غادي يقولوا لي شنو هي باش حتى هما يفهموني ويتواصلوا معايا، مرحبا بهم. لهذا الشكل سيدتي غتحسي بالوجه ديالك غادي كيتزير ملي كديري هذا الماسك هذا، غتحسي بالوجه ديالك كيتزير. من بعد سيدتي ما كتغسلي الوجه كتشوفي انه بحال شد بلاصتو، كان هابط وشد بلاصتو،
هاد الشيء كنقول لكم انا، ولكن جربوا عاد ردوا عليا الخبر سيدتي. ولا حركة ولا ضحكة ولا تبسيمة، راحة، خدي راحتك باش الماسك يعطيك واحد النتيجة اللي هي غزالة بزاف. سيدتي الجميلة، ما تنساش بارطاجي مع صحاباتك، وما تنساش العنق ديالك كذلك، ما تنساش بارطاجي مع صحاباتك ومع الناس اللي كتعرفي، باش نزيدو نكبروا العائلة ونكبروا القناة ونزيدو القدام، ونعطيكم احسن واقوى من الماسكات غاديين درجة بدرجة، تيوليو وجهنا كاملين كيضوي وغزال، واللي شافنا يقول لنا شنو كديروا لوجهكم. نتحداو التجاعيد، نتحداو الكلف، نتحداو مشاكل البشرة. سيدتي الجميلة، بسلام عليكم.